بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يوم 13/10/1434 هجرة، وهذا الخط الذي يربط بين رنيا والخرمة. مع تحية الدعيم الحماد، حضور الأخ أبو محسن. كلمات فيصل بن سابر. يا الله يا ربي تعدل ذا الأحوال، ماني بلا شاكل غيرك وراجي، يا رازق المتكبر الباسط العال، تعينني في لازمي واحتياجي، يا ربي والدنيا من الجال إلى الجال فيها بلا أشياء ما يثير انزعاجي، أمور لا يمكن بتطري على بال، والناس فيها بين غارق وناجي، أوضاع مختلفة من أنواع وأشكال، ما بين مستعمر وساكن ولاجي، ما كل من شال الحمل صار